هاي انا محمد زلباني سي او كو فاوندر ديلي ميلز. ديلي ميلز از ا فود سبسكريبشن اب. احنا بنساعد الموظفين ان هم يجي لهم وجبه بشكل كونفينينت وافوردبل ديلي تو ذير اوفيس. During COVID كان في تشالنج كبير جدا and we had to move to cashless payments. وساعتها احنا we had to find a partner that is reliable to help us grow our online payments across the region. وبصراحة احنا حاليا 100% معتمدين على الاونلاين ترانزاكشنز.